زيارة لمخيم الجليل بعد ما سجل حالات كورونا. لحظة اللي عرفته في كورونا شو صار بالمخيم؟ انضج المخيم كلياته، مثل اللي حتى بصر كيف صارت الدنيا، مثل انقلبت الدنيا تحسيها. تأثرنا شو يعني خبر، يعني مزعج جدا، عارف شلون؟ حس الواحد خايف، ارتباك كتير، خوف كتير. كنت انت هون بالمخيم لما قالوا صار في حالة كورونا؟ قالوا لنا يعني لازم تحجروا حالكم افضل، يعني عشان الناس اللي موجوده بالمخيم. خايفين؟ لك خاف. خايف؟ ليش؟ شو بيعمل المرض بتعرف؟ بعدي. كيف عم تتعاطوا؟ عادي. قبل كورونا وهلا وقت كورونا نفس الشيء، يعني الحاله الاجتماعيه نفس الشيء، الحال يعني البؤس موجود عندنا. وقت كورونا كانوا لا يطلعوا، هلا ما مزربين بالبيت ما بيطلعوا. لما صار اسا عندنا الوباء اثر علينا كثير. 100% اثر علينا نهائيا، يعني اللي كان يشتغل ب10 صار يشتغل ب1000. وهلا الوضع كله متأزم عند الكل، مش عند واحد ولا اثنين، عند الكل. حياة صعبة كتير، يعني ما في حدا عم يطلع يشتغل، ممنوع الشغل. ولا بس احنا بنقول نتمنى الشفاء لإلهم، وبنتمنى الشفاء لكل المرضى من هذا الشيء، وبنقول ان شاء الله كمان انه تحسن اوضاع العالم، يساعدوا على العالم، حتى العالم تغذى، لانه العالم مخنوقه.